احنا النهارده كان عندنا الكونسرت، هو احنا كان عندنا روك فيستيفال برضو في اسكندريه، جيرلز ميتال نايت. احنا ثلاث بندات النهارده، ماسكارا من مصر، وسكارلت دروب، وفور ايفر من السويد. والفرق دي كنا لعبنا معاها واحنا في السويد، في سويدن روك فيستيفال في شهر 6 اللي فات. وزي ما هم استضافونا هناك، احنا استضفناهم هنا في ساقيه الصاوي في مكتبه اسكندريه. احنا بنلعب مزيكا ميتال. انا كعزفت فيولين انجذبت المزيكا دي، لان هي مزيكا زي اي مزيكا تانية، مش زي ما الناس بتحسها دوشه او كده. مزيكا فيها هارموني وتناغم وفيها كل حاجه. وانا اي بليف ان النهارده احنا كمسكرة قدمنا حاجه مختلفه، كميتال ممزوج بالمزيكا الشرقي شويه وممزوج كمان بالمزيكا الايرش. فبس ده كان حفلة النهاردة. وفي دلوقتي سكارلت دروب وفور ايفر من السويد هيلعبوا دلوقتي. احنا كل اللي احنا قدمناه النهاردة الاغاني بتاعتنا من تأليفنا وتوزيعنا وتلحيننا وكلماتنا. احنا عندنا سفرية تانية ان شاء الله في شهر 6 يوم 27/6. وزارة الثقافة بتمول لنا السفر بتاعنا. هنلعب حفلة في امريكا في كورنستون فيستيفال، وهو فيستيفال مسيحي بيقدم مزيكا روك وميتال بيور من غير اي شوائب من الحاجات اللي بيعملوها الناس اللي بيسيئوا صوره، بيشوهوا صوره المزيكا الروك والميتال عامه حول العالم يعني. فالفيستيفال ده فيستيفال بس بيعرض المزيكا الميتال اللي هي اللي من غير اي صوره وحشه. فاحنا وزاره الثقافه هي بتدعمنا، هي والفستيفال هناك كورنستون فستيفال، هما الاثنين بيمولوا سفريتنا هناك. هنقعد هناك هنلعب الحفله. ستايل ميوزك ده هو ده اللي انا بحبه اكتر يعني، عامه بس المميزه اكتر يعني انه في شغل اكتر بكتير يعني. كل والباندز كل واحد لوحده بيلعب انسترومنت يعني، بيحس انه بيطلع ميوزك من عنده، مش شرط ان هو يلعب كفرز لناس تانية يعني. بس في تيم ورك، ده دي اكتر حاجه حلوه فيه يعني. الواحد بيبقى مبسوط لما يلاقي بروجكت كامل على بعضه طالع اون ستيج. بس كايند اوف ميوزك هو مينلي الانسترومنت بتاعته بتبقى جيتار وبيز ودرمز، ويمكن فوكالينج او مش فوكالينج على حسب، ده في حاجه ميوزك بس او حاجه بفوكالينج يعني وكده. بس الروك طبعا في انواع منه كتير جدا يعني، بس يعني اللي احنا النهارده فيه ده حاجه منهم يعني، حاجه بس تقيله هيفي شويه عن الروك العادي يعني. بس الستايلز دلوقتي ما بقتش زي زمان كانت متحدده اكتر شويه يعني. تلاقي مثلا ناس بتلعب تراش، مثلا ناس بتلعب هاي سكول، مش عارف ايه، حاجات معينه قوي. دلوقتي عشان البانز في، ممكن تلاقي بانز هنا لو بتكلم عن مصر او بالذات يعني، خلاص كل واحد بقى ليه، ممكن يكون ليه ستايل معين بيسمعه في الروك مثلا. فهتلاقي لما في الاخر كله بيطلع اوريجينال واحده بتاعتهم، ممكن تلاقي ميكسنج بيحصل غريب في النص. بس عشان كده تلاقي مثلا ساعات البيت تبقى اسرع شويه، فهتبقى كده. You are.
هي موسيقى الروك يعني اكتر حاجه فيها ان هي سريعه وقويه دايما، وبعد كده بيبقى فيها يعني متسع كبير للعزف، يعني بيبقى فيها موسيقى كتير اكتر من الغنى كتير. يعني احنا عندنا في مصر او في اي اعتقد عربي كله دايما بيبقى الفوكال هو اهم حاجه في الاغنيه، بعيدا خالص عن الموسيقى اللي ورا ريتم بسيط كده وهو بيتكلم. انما عامه في الروك او في الميتال او في اي موسيقى غربيه بيبقى فيها عزف كتير اكتر. انا بحب الروك، و بميزها عن غيرها ان هي بتعتمد على الالكتريك ودرامز، بس هي كويسه يعني، هي احسن من غيرها.